إنها أورم الكبرى، إنها حلب، إنها بوابة حلب من الريف الغربي. الآن نحن في مركز الهلال الأحمر الذي تم رصده لساعات وحرقه عبر ست صواريخ فراغية وخمس براميل متفجرة عبر الهليكوبتر، وتم رش كل العاملين العمال العاديين من النازحين الطوعيين من الشعب وللشعب تم قتلهم في هذا المكان. احترقت واحد وثلاثين سياره قاطره ومقطوره تحمل الغوص والمساعدات في هذا المكان استشهد 15 شهيد و15 جريح في هذا المكان في هذا المكان استشهد عمر سليمان بركات ابو سليمان ابو الشهيد الذي استشهد تعذيبا تعذيبا في زنازين النظام من اشهر في هذا المكان عزيناه وقال حسبي الله ونعم الوكيل اعتبره فداء لسوريا اليوم استشهد عمر بركات رجل الهلال الاحمر الذي خدم لسنوات هذه سترته وهذه سيارته التي كانت تجوب الارياف والمخيمات من اجل خدمه الناس من اجل سوريا اين انتم يا اهل سوريا شعبا ومسؤوليه اين انت يا ضمير العالم هذه الدماء وهذه الستره، هذه الستره الدوليه المعترف فيها، هذه اين اين صاحبها؟ انه شهيد للحق والحريه والعدل يطلب من هذه البلاد الرحمه، يطلب لهذه البلاد كل الخير والسلام كرها للحرب، كرها للدمار والقتل، في الشوارع شبيحه وفي العالم شبيحه من موسكو إلى بطرسبرغ إلى دول العالم إنه شعب سوريا الحي الذي عاش آلاف الأعوام سيعيش إن لم نمت قبل اليوم استطعنا كل الحياة أن, أن نحيا وأن نستمر للأمل والمستقبل